حكايتنا اليوم تبدأ من وراء مسجد السلطان الناصر فرج بن برقوق. لقد انغمست الدول على مر الزمن ببناء العديد من المساجد، الكنائس، القلاع، القصور والأبراج وغيرها من المنشآت المعمارية، وذلك لإظهار مدى قوة ونفوذ الدولة. ولقد انشغلت السلطات الحاكمة في مصر على مر التاريخ بتقاليد البناء المعماري للمدافن من أيام الفراعنة حتى أواخر الإمبراطورية العثمانية، وكان لكل عصر التقليد المعماري الخاص به والذي يعكس وجه الدولة الحاكمة. وعلى الرغم من رفض الإسلام لتقديس الموتى، كانت العديد من الدول الإسلامية تجعل لمتصوفيها الأضرحة في مدافن للزيارة والتبرك بها. احنا هنتكلم النهاردة عن خنقات فرج ابن برقوق، ودي بتقع في قرافة المماليك. ليه اتسمت بقرافة المماليك؟ لان سكان القاهرة كانوا بيدفنوا فيها موتاهم، وكان برضو السلاطين بيدفنوا فيها موتاهم، والدليل على كده وجود عدة قباب بالمنطقة. انما قبل كده كان اسمه ميدان القبق او ميدان العيد، وكان بيمتد من قلعة صلاح الدين الى ميدان العباسية. احنا دلوقتي هنتكلم عن خنقات فرج ابن برقوق. يعني ايه خنقاه؟ خنقاه دي يعني مكان للتعبد، واستخدموها بعد كده كايواء، مكان لايواء الصوفية. واشهر الخنقوات الموجودة في مصر كان اسمها سعيد السعداء اللي عملها صلاح الدين الايوبي. اما خنقات فرج ابن برقوق فدي من اكبر الخنقوات ومن اجملها. فرج ابن برقوق ده بقى اتولد سنة 791 هجري، واتولد سنة عزل أبيه ونفيه إلى الكرك، فتشاءم منه أبوه وسماه بالغاك بلغة الترك وتعني المصيبة. ولكن عندما عاد للحكم مرة أخرى سماه فرجا. تولى السلطان فرج ابن برقوق الحكم سنة 801 هجري صبيحة موت أبيه في يوم الجمعة 15 شوال، وهو دون العاشرة من عمره. وبعد كده تكالب عليه أمراء أبيه بسبب سياسته الرعناء، وعزل في سنة 808 هجري، وتولى بدلا منه أخوه السلطان عبد العزيز. ولكن بعد كده السلطان فرج عزل أخوه سلطان عبد العزيز وحبسه، وأرسل إلى السجن من يقوم بقتله، وعاد إلى الحكم مرة أخرى سنة 809 هجري. ولكن برضو أمراء أبيه توعدوه بالقتل، وهرب إلى دمشق وتتبعه أمراء أبيه وقتلوه، واستفتوا بقتله وقتلوه ودفن في الشام، ولم يدفن في هذه الخنقاء. مسجد الناصر فرج ابن برقوق في جبانة المماليك الشرقية بالقاهرة، والمنشئ سلطان الملك الناصر فرج ابن برقوق ما بين عامي 801-813 من الهجرة، عام 1398-1411 ميلاديا. هذه المجموعة من أكبر المنشآت في مصر، فهي تجمع بين المسجد للصلاة والخنقاء لإقامة الصوفية ومدرسة لتلقي العلوم وحفظ القرآن. المجموعة القبتين
وتعد كل منهما من أبرز القباب والمآذن المملوكية في مصر. إحنا عندنا في الخنقاء هنا أربع وجهات، أهمها الوجهة الشمالية الغربية، ودي كانت جهة العمران، واقتطعت جزء من تلك الواجهة مقابر الشهداء اللي اتبنت سنة 1967. والواجهة دي عبارة عن واجهة مستطيلة قسمها المعماري إلى تجاويف رأسية، كل تجويف به شباكان، الشباك السفلي مغطى بمصبعات من البرونز يعلوها عتب يعلوها نفيس، أما الشباك العلوي فهو عبارة عن شمسية مغشاة بالقص وبها زجاج ملون. نفس والواجهة دي وضع عليها المعمار المئذنتين، ودي برضو علشان هي كانت بتطل على العمران فوضع عليها العناصر المعمارية، وضع عليها السبيلين ويعلوهما كتبين. أما عن الواجهة الجنوبية الشرقية هي نفس برضو نفس السيمترية، ولكن الاختلاف إن على الجانبين قبتين ضريحيتين إحداهما للنساء والأخرى للرجال، وتوجد بها برضو بروز للمحراب. أما الواجهة الشمالية الشرقية فدي بتوجد فيها خلاوي الطلبة، ودي بنشوفها برضو من الخارج، ثلاث طبقات للطلبة. أما الجهة المواجهة لها أو الجهة الأخرى فدي ما فيهاش فتحات من الخارج غير بس فتحة شبابيك الكباب الضريحية. ويتكون المسجد من صحن مكشوف سماوي تحيط به أربع ظلات. والمحراب عبارة عن حنية نصف دائرية تتقدمها دخلتان، كل منهما معقودة بعقد مدبب يرتكز كل منهما على عمودين رخاميين. عن حكاية الملك الناصر فرج بن برقوق أبو السعدات، فهو الملك الناصر زين الدين أبو السعدات سلطان مملوكي تولى عرش مصر بعد وفاة والده، عمره 13 عاما، وتكررت معه مأساة أبيه حيث تنحى عن العرش ثم عاد وسادت الفتن والاضطرابات في عهده، وحدث قحط عام في البلاد مصحوباً بالوباء مما أدى إلى وفاة ثلث السكان. وفي النهاية طارد ضده أمراء سوريا بزعامة الأمير الشيخ، والذي هزم السلطان في بعلبك واستولى على القاهرة، وانتهى أمر السلطان فرج بالقتل، وتولى مكانه الخليفة المستعين بالله أبو الفضل العباسي، وذلك كحل مؤقت اتفق عليه أمراء المماليك، وذلك عام 815 من الهجرة. أما عن الوصف الداخلي لتلك المنشأة عن طريق الباب الشمالي، ويفضي إلى الباب يفضي إلى دركاة مغطاة بكبو مروحي تؤدي إلى الدهليز مغطى بكبو برميلي يفتح على منورين لتجديد الهواء للمزملة. ويوجد في الجهة الشمالية الغربية باب للسبيل الذي يتكون بدوره من سهريج وحجرة التسبيل وشباك السبيل، وهو سبيل ذو شباكين.
أما في الجهة المواجهة، الجهة الجنوبية الشرقية، فيوجد ثلاثة أبواب. الباب الأول وهو سلم صاعد يوصل إلى الكتاب، والآخر إلى المزملة، مكان للمزملة، والباب الثالث يؤدي إلى ميضأة ومستحم ومدرسة فرعية. ندخل بقى للصحن، وهو عبارة عن صحن أوسط سماوي مكشوف يحيط به أربعة ظلات، أكبرها ظلة القبلة، وهي بتتكون من ثلاثة أروقة تسير عقودها موازية لجدار القبلة، وتفتح على الصحن ببائكة ذو سبعة عقود مدببة. أما بقى عن وظائف هذه المنشأة، فتعددت وظائف هذه المنشأة. أول حاجة إن هي تربة دفن، اتعملت أصلا علشان تكون هي تربة دفن، والدليل على كده القبتين الضريحيتين، إحداهما للنساء، ودفن بها خواند حريز وخواند شقرة من عائلة السلطان بركوك، والأخرى اللي هي قبة الرجال، ودفن بها السلطان بركوك اللي هو أصلا أمر بالإنشاء، وابن السلطان عبد العزيز، وحفيده اللي هو زين الدين ابن فرج. دي إن هي تكون قبة ضريحية. تاني حاجة إن هي خنقاء، وده برضو مكتوب على الشريط الكتابي إن هي أمر بإنشاء هذه الخنقاء المباركة إلى آخره، وده برضو اللي بيدل على كده وجود أماكن لسكن الصوفية اللي هي الطبقات الصوفية في الجزء الشمالي الشرقي. الصراعات الداخلية المطولة والتي عاشتها هذه الفترة، فترتي تولي الظاهر فرج بن بركوك، إلا أنه تمكن من تشييد مجمع ضخم يتكون من خنقاء لأربعين صوفيا. كانت حكايتنا اليوم من مسجد السلطان الناصر فرج بن بركوك، والذي تولى الحكم صغيرا. غدا حكاية جديدة من وراء الأبواب.